السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 اليوم رجعت لكم بمقطع جديد. أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم العيد، ما أدري مقدما أو مؤخرا، المهم كل عام وأنتم بخير. ثاني شيء اليوم عندي لكم تجربة جدا حلوة في سيرفر إماراتي، مقطع عفوي، ومعاي اثنين يوتيوبرية إماراتيين اللي هو إبراهيم مستاش وأخوي سعيد صاحب قناة وولف دي إكس بي. للعلم أن هذه الحلقة راح تكون متصورة من ثلاث أطراف، فأنا أبي منكم تروحوا تشوفوا المقاطع من عندهم، تكتبوا لي في الكومنتات شو الشيء اللي قاعد يصير من وراء ظهري، لأن كل واحد عنده له زاوية في التصوير وتصير أشياء أنا ما كنت أعرف عنها. أدري قاعد تفكر وتقول شو السالفة، شوف المقطع هذا وراح تفهم كل شيء. أهم شيء اضغط لايك على هذا المقطع، روابط الشباب كلها في الديسكريبشن. أما الحين أخليكم مع المقطع، انجوي. هلا هلا بالشباب، هلا والله. هلا. ابراهيم وقف هني شوي. تعال وقف انت هني ان شاء الله. اوكي. اول شيء يا شباب، هذا ابراهيم مستاج، يوتيوبر صاعد اماراتي، بحط لكم رابطه في الرابط. اعتقد تعرفون لعبنا قبل لعبه فايت ستيكس. والثاني سعود، قناته وولف دي اكس بي، صح؟ نعم سير. هذا يا شباب بعد يوتيوبر صاعد اماراتي، هو اعتقد انه كان يوتيوبر وما ادري. ابراهيم شو، مش ابراهيم، سعود شو قصتك انت؟ اعتقد انك وقفت اليوتيوب قبل، والله صح؟ كنت فتره هي وقفت وتوجهت للانستغرام، الحين ان شاء الله برد. تستمر في اليوتيوب اكيد، ها؟ ان شاء الله وعد. حلو تمام. شباب ابيكم ما تقصرون مع الشباب هذا الاثنين، لانهم يعزون علي صراحه، ابراهيم وسعود. المهم شو بنسوي يا شباب اليوم؟ سمعت ان في ليوة لعبتي، بس خلاص عن لعبتك. والله انولدت في البر، انا انولدت في البر. يلا بنشوف اذا انولدت في البر. زين الحين منو بيطلع سياره؟ كم كل حدا، كم عندكم فلوس يا شباب؟ كم عندكم فلوس؟ انا عندي 1,500,000. انا بعد 1,500,000. زين تبون كل واحد يطلع موتر ولا كلنا نتشقلب في موتر واحد؟ انا ما عندي مشكله. ما عندك ليسن؟ تو اللعبه عندي، ولد البر ما ادري ايش تخربط. تعالوا ولا لحظه تريون هني بيكم. شو يا شباب، وين راح الكلام؟ وانا ولد البر، ولد البر يعني قصدهم اني انا مولود في الصحراء، ولما اقول لهم منو بسوق قال ما عندي ليسن. كيف كذي يا سعود؟ انا نشوف السيارات اللي عندهم، لاني عندي 1,500,000. شوف شو طلعت يا حبيبي، طلعت الجمس الاسود. او ماي جاد، رايحين المول ما رايحين البر. شوف جايب لنا جمس ليش؟ لا ما عليك، في جراجات هناك بضبطكم والله. ابراهيم تراني شو اسمه اسوق بدون ليسن في البر، عشان شي ها قلت له انا ترى شو اسمه. والله ما قال لي ولا شيء، مطيحين مدح وبر، واخر شيء ما عندكم لياسن. خيبه. لا عندي انا، ما عليك. اصلا انا ما عندي ليسن بعد، بس ما عليكم، انا اموري طيبه هني. والله اسف يا وتي تليفوني. الو شو ليش تشوف فينا شيء؟ رايحين البر ترى. تشوف فينا حاجه؟ امي انا تترياني ترى. لازم لازم اهياكم للبر هناك، تتخضخض حبيبي. ايش فيك؟ حبيبي لا بدي اقول لك البر، انا الحين وياي طيري في البيت. انا مو متغدي ترى. لا يعني لا أوكي. لا بس هاي مورك طيبة، ما حد بيرجع يعني. والله الجيمس ما ينفع يا شباب، مو ما ينفع، ميزانيته زبالة. تعبان يا ها. عندي فتك انا اخي. انا وين ساير؟ بارك طلع الفتك الحين. هناك في كراجات وايد، بنطلع من هناك. هذا بس جيد ندخل عليهم على اساس انه زعامة، عرفت؟ واحنا اخر شيء ما نوطوط. ما نخوفهم، ما عليك الجيمس الاسود. شو اسمع شو رايك ما اي واحد جيب انت تين واقفه نقول له معاك مباحث؟ والله بنسوي له فيلم. يلا فوقه. يلا فوقه. زين لحظه بس، مشكله ما عندنا لوحات. لعبتي انا سوالف، ما عليك بدون لوحات، مكسرات بدون لوحات. نحن لوحه، ما نخلي ابراهيم يقول وي. والله خليك اوه ماي جاد. يلا اوكي رايح. اقول لك طلع لي نوتيفيكيشن مكتوب الرجاء من جميع العساكر التوجه. والله شفته شكله بنجيب العيد، عشان شي انا سكت.
في نقطة تفتيش ترى هنا نقطة تفتيش. يلا راح وي 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 لا تسوي وي وي. لا لا اسكت اسكت حبيبي وي مو هني لحظة شوي. يلا السيارة طويلة يا اخي تقول طراد عندي. ليش تايتانيك مو بسيارة. زين اوكي عدنا النقطة مرنا. طيب ما في حد هني انا ما اعرف اصلا وين الجسر اللي يودينا ليوة. نحن قلبا وغالبا معاك عيسى. حلو هذا اهم شيء. ما نبي حد يبيع الثاني. انا معاك في السراء والضراء. في الضراء قبل السراء بعد. كفو كفو. حلو حلو شكلك رجل عصابات ما تبارك. وصلنا وصلنا الشباب هذا هذا هو المكان. اوكي يلا روح الحين ترى بتشوفوا امة محمد كلها هناك. ها يا سلام يا سلام يا سلام. اوكي حلو حلو حلو. في اول شيء في تفتيش هني. يا 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 شوف الدخله كيف شوف الدخله. زين خلينا نشوف اول شيء مكتوب فوق. دوله الامارات العربيه المتحده وزاره الداخليه قاعده شرطه ابو ظبي. او ماي جاد مركز شرطه امن منفذ الغويفات. والله تسمعون. اوكي خطف 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 خطف. ما في حد هنا؟ ايش دوريه ما سمعتها. هي هي رات رات بس لا. يا شباب والله ما عندي ليسن. ها اسمع اذا اذا قالنا اذا وقفنا ولا شيء اسمع شوف العلامه اللي في النساء اللي في الجيمس قدام يقول لهم اني كان لواح وانكسر. ها اوكي شغلنا في عندنا لواح بشري بنقولهم. واذا قال وين لياسن ما لياسن بقول له احترم عمرك شو تقول له عسكري وين ليسن. ايه شو عساك بنهزمها بنهزمها ما عليك. لا بس الهزاب انا كله دائما صارخ. كل لعبتي هدي 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 ابراهيم. لواح لعبتي انا اصلا لعبتي ما شو لعب في مركز شرطه. جربنا جربنا. لا لا والله مبدعين الصراحه في الماب تقريبا غير عن المابات اللي كنت ادخلهم. شو الجرافيكس. اه رادار 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 وين هي. والله رادار. اه شو دوريه. اوكي اوكي يا طيب يا طيب. وقف 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 وقف. تعال 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 وقف. وي 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 يا طيب اصفط يمين اصفط يمين اصفط يمين على الستيشن. وقف على جنب. وقف على اليمين. هذا ما يبي يوقف. ها ما يبي يوقف هذا. وقف. ايوه 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 وقف 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 وقف. الهرم شرد. اوكي يا على الستيشن. احنا بالراوي. وقف على جنب. هذا لازم هذا لازم توقف قدامه تخليه يعترض. لا دعامه من ورا دعامه من ورا. خط على اليسار. تحت حرانة غبي حرانة غبي. وقف 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 وقف. معك تحريات معك تحريات. وقف 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 وقف. معك تحريات. وقف على اليمين يا طيب اطلق عليك ترى. ها ايه شو هاي دورية. تحريات صدق. هذا تحريات بس الحق الحق ما عليك ما الحق الحق ما عليك. هذا تحريات وانا ابي وقف اقول لك معك تحريات. اوكي راعي الجي مالك مالك. نروح له. هذا ايه دوريات دوريات عيسى دوريات. وين دوريات هنا توك تقول لي روح لو راعي تحريات الحين تقول لي دوريه. لا 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 اصبر نبي جراج نبي جراج. وين الجراج. حد شباب حد يفتح الماب ويحط على علامه شو اسمه الجراج ولا هني جراج. لحظه لا ما في جراج هنا. دخلنا نلعب بترول. ما في بترول اصلا في الموتر بعد. انا الحين بشيك الماب دقيقه. حط حط بتشوف مكتوب كراج. حط على اي كراج. شيوخ شيوخ قاعدين داخل وانا قاعد اعبي بترول. انا ما اعرف اعبي. انا نزل نزل لواح. كفو كفو والله انا لواح. لواح ما ينزل. انت جماد ها. بحاول ادور شو اسمه بدور الماب. حصلت جراج. اوكي عبي انا بترول هناك الفتره الحين الحين بخلص ما باقي شيء. 92 3 94. هدي 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 اعصابك. لا 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 بنزل بنزل برافو. انا انا دافع فيه فلوس وحالتي حاله. يا غشيت الموت الحين 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 يا شباب الحين كل واحد هاي دوري دوري طا طا وي 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 وي. اشكرك يا سيدي على حمايه المجتمع. هذا واجبنا. كفو عليكم كفو. هذا واجبنا و صراحه ادريسك 200 200 وامس غايب. امس جاي مرضيه. ها بنطلع موات الرمله.
عندي فتك انا بس فتك وقف على الدوري قاعد يطلع انا ليش مش مسموح نمشي في البار؟ عادي ما نقول ياسين قطع روح نقطع نقول له بس ما نسوي عمرنا ما نعرف نسوي عمرنا بس ادخل شارع كذي سيدا كمل ولا شو؟ ولا عادي خل عمرك مينون والله يطلع لا انا لا لا مبكي مبكي اكو خذني سؤال زين وين الكراتر؟ ما ادري والله اوه ستاربوكس ستاربوكس موجود يا سلام لا لا لازم اطلب ستاربوكس يباله مكياتو خلنا نشوف شو عندهم اوه لا بعد خلنا نبركن هني يا سلام نزلنا هذاني الو اين اقوه من هني شباب من هني تعالوا في عنده ايس تي بيبسي كيف أوه. ستاربوكس يسوي براته يا شباب شو السالفه ستاربوكس براته ستاربوكس يسوي حليب بوش حليب بوش خبز خمر خمر شو هذا الاوبن مايند تعال هذا وصل دعمني هي والله هو يا شباب يا طويل العمر هذا الشيخ قبل شوي كنا سمعنا تقول تحريات ما تكلمنا ولا تكلم تلفون او شيء انا ايه لا مش انا غلطان بس يعطيك العافيه انت ليش لابس غطرة وقال تقطع عاد شو لسون يلبسون الغترة الناس كيف شو رايح تسلم حق العيد ولا شو عنده ملته يا ريال بعد هذا خله كيف شكلك معرف جديد ها تلبسون اللي يبون ابراهيم سعود هذا ابراهيم الحين يبيب العيد والله ابراهيم مشاكل والله تعال نسحب عليه تعال اركب ابراهيم مشاكل والله مشاكل خليه يتوهم يا روحه الحين والله ابراهيم ما يتفوها قاعد يقول ليش لابس كندوره شو يباه شو خله يلبس خلنا نسمع شو ضرب له هره لين ما يمل الله يلا مشكور جزاك الله خير يلا حياك ايش اردتوا عني وين روحتي استوي تربيع لا طب بيسحب هويتي كان يسرد لا تمسخر والله ترى تحريات لا قال لي عطني هويتي قلت له خلني اروح ربع يدقولي هرنا وليش قال له شو اسمه مو بتحريات جذب علينا يعني انا متحريات متخفي والله ان الجيمس خطير يا شباب شوفوا كيف يعطيك في الرمله صح الجرافكس اوه كله ولا الجرافكس شوف الشمس انت على اليسار شوف المنظر الغروب وين وصلنا الكراجات نطل اي اوكي هذا الكراج حلو خلاص عيل لعبت عندي انا بس خلاص زين وين المدخل هذا المدخل الحين ما في حد منو نزل ابراهيم ما تقدر تتهيا دقيقه طلع الفتك زين يلا سعود خذ لك موتر تعال ان شاء الله باخذ الحين موتر ترى عندك اجار وعندك شراء انا شكلي انا لا اجرون ولا شراء لا بشتري انا بس حد بهري بعت مش جنك انت اوه والله طر اللون خطير ابراهيم بس ما راكب عليك شوف شكلك داخل السياره كيف شكلك منسدح تعال كيف اصبر بيك تعال على سياراتي وطلع السياره اختار سياراتي شوف يا حبيبي شو السالفة لا حول الله انزل والله بموت اوه ماي جاد اركب عيسى يا دوري لحظة هاي تحريات تحريات ما له خسارة ما نعرف شو صار بس لحظة ربيعنا يا اخي ما نبي نخليه
تعال 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 بنشوفه. تعال عيشه عيشه ولا ظني يسجنه يسجنه يا طيب. صار انفجار ما اعرف شو السالفه الحين. هم واصلين شو السالفه؟ انا الحين كيف ارد اعيش؟ سعود اسكت ممنوع. شو استوى توه؟ شو استوى؟ ما اعرف شو السالفه. اشكرك اخوي اشكرك والله اشكرك. جزاك الله خير. يعطيك العافيه والله ما قصر. ما قصر. يعطيك العافيه غالي. ما قصر. سعود طلع موترك انت اول شيء. ما ادري شو استوى. يلا روح حرك حرك. ما ادري شو استوى. ايش قاعد عم ابراهيم؟ سوري سوري ايش اسوي موترك واقف في النص يا اخي. شوف شوف موتري شوف. الو يلا تعالوا شباب. اول شيء القنص مال القنص هذا. اول شيء ريس تعالوا. والله يا شباب ان السيرفر ضحك مواقفنا ضحك. بموت والله بموت. اسمع شباب. اوه ابراهيم صح والله. اسمع ابراهيم شو قاعد تقول؟ وين راح؟ وين راح سعود؟ ما اعرف. هذا بس بس الله يعافي سعود. زين شباب وين؟ طيب وين تقول؟ انا مال بر وانا مال بر. شباب شو الهند بريك؟ سبيس بس سبيس ولا ارجع ورا اللي هو بحرف الاس بس يوم تبغى تضغط بريك. اوكي زين وين تبون والله دوريات في كل مكان يا شباب. الوضع مو ما يطمن. بلدة والله مو ما يطمن بس بدنا نخربها يا ريت. زين تعالوا من هني عين نبدأ. تعالوا تبون في الشارع ولا في الرمله؟ وراك اي مكان. تعال 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 لا 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 حبيبي تطلع رونسيت قدام الدوريه كيف شي؟ ما شفته والله ما شفته. خلينا زين تعال ادخل 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 سعود. روح عند ابراهيم على اليسار. ما تعرف داس؟ ما تعرف داس؟ تعال تعال كثير. يلا ليش رقم سيارته هو ازرق؟ ما ادري والله. يلا اوكي رقم عمان عليه رقم عمان. والله عليه رقم عمان. يلا يلا جاهزين؟ واحد روح 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 دوري 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 روح. حياك الله حياك. كمل كمل سيده كمل كمل. دوريه دوريه دوريه. سعود دوريه ورانا دوريه. وقف 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 خلاص وقف وقف. وين راح؟ ابراهيم ابراهيم ابراهيم. ها راح الدورية ترى بلغ علينا والله. شوف الدورية دورية والله الدورية جاية والله العظيم. اسمع اللوحات. سعود 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 تعال تعال. اسمع اسمع ابراهيم ابراهيم نركب عندك انت اسرع موتر. تعال تعال اركب اركب عند ابراهيم بدورية لحقنا والله. تعال اركب عند ابراهيم موتر سريع. ركب 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 عندي ركب عندي ركب عندي اسرع والله. اسمع صوت الدوريات. روح روح صوب الثاني روح صوب الثاني. ركب بسرعة يلا بسرعة 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 والله والله روح. والله انك كنت اشوفه من الشارع. ايه ما بدري ولا انا مركبيني انا قدام ورا. ما انا ما انزل بس خلنا نروح قدامي اول. يب 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 بس روح. ها دوري لا لا دوري دوري قدامنا هاي. روح 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 مره مو لو توقف. كثير ما اطلع برا الخريطه. وين هو؟ اثنين ورا اثنين ورا ثلاثه ثلاثه خسي والله ثلاثة خسي. يلا يا ملك وخط صدق انا ولا اسمع 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 نوقف نوقف نقولهم من عندنا تصاريح واحدة من الثنتين لان مستحيل نهرب منهم والله مستحيل. ما عندنا ليسن ما عندنا ليسن عيزة. ليه التصاريح ليه احنا ما عندنا التصاريح عملوه. زين اصبر 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 لازم نشوف كذبة. اسمع يا شباب يا شباب يا شباب احنا احنا شركة سيارات تمام. سيارات مزودة الحين قاعد نجرب السيارات قبل ما نبيعها. نجرب سيارة ايوه قبل ما نبيعها للناس. أوكي. بس اوكي تمام. وين هو زين مايا مايا هو اصلا ودرنا. اه يا علي يسار شوف شوف رس كامل رس كامل على اليسار. شوف يسارك والله رحنا فيها خيبة. بس ما شوف ايش السالفة. ايه دورية يا شباب شو السالفة شو سوينا؟
السالفه ليش وقفت؟ شو السالفه؟ ما ادري والله. انا حضرت الشرطي. حضرت الشرطي. ها؟ بتبقى؟ دفتر الموتر والليسر. دفتر هاي الموتر احنا كنا قاعدين نجرب شو اسمه الموتر. احنا شركه نصنع سيائر حق شو اسمه؟ حق دعاس وتقطيع وهالسوالف، فقاعدين نجرب الموتر ما في لا ورقه ولا شيء. عطني الليسر لو فهمت. الليسر ناسنا في البيت. هويتي واظن صبر خليني اشيك البوك. صبر دقيقه. يا البوك اظن نسيت البوك هم. طبعا خلاص ايه الحين انت اوه نسيت البوك مره ها ليش احنا شو سوينا شيء مخالف للقانون يعني ولا شو؟ ايه عليكم تعميم مسابقين انتوا. سلام. لا من مسابق موتر واحد كيف نتسابق؟ موتر واحد كيف نتسابق؟ موتر واحد اثنين من ربعك ناقصين على كل وزر نيسان سوبر سفاري كانت زين. شوف طويل العمر طويل العمر تعال سعيد ما عليك امر سعيد انزل. شوف طويل العمر احنا شركه ان شاء الله احنا شركه اسمها تي جي جي تمام. احنا عندنا تصريح من الوزاره ان احنا شو اسمه نعدل مواتر رمله ونبيعها يعني خاصه في ليو. احنا مشهورين ترى في ليو، شركتنا معروفه في ليو وعلينا طلب. فاحنا شو نسوي قبل ما نروح نبيع السيارات؟ اني هنا نجرب السيارات بنفسنا قبل ما نبيعها عشان ذمه وضمير. فهذه المواتر اللي شفتها انت احنا صح ما بكذب عليك، كان عندي كلوزر اخوي كان عنده كلوزر وانا كان عندي نيسان فيتك تمام. و يعني دائما احنا نسوق حتى بدون لياسن لان الشركه معروفه واحنا قاعدين يعني نساعد الشباب عشان نفتح لهم مجال ما انهم يتسابقون في الشوارع كذي، لا نوديهم لي وعرفت. وبعدين يعني احنا ما ضرينا حد يعني ها؟ ما ضريت احد، جستكم دخلت من الشارع للرمل على طول. بالضبط هذه لانها دفتر ولا دليل ولا شيء. ما بنجيب لك اياه، بنجيب لك اياه المركز طال عمرك. بنجيبك اياه المركز تيلس، احنا بنضبط ان شاء الله. وين مركزكم؟ مركزكم اللي كان ورا هناك اعتقد صح؟ اي هو. زين لا لازم اسير البيت اول شيء عقب اجيب لك اياه المركز. زين تواصل مع هذا، كلم السايق احنا مالنا خص، تعال اسعد شويه. احنا مو عيزة اقول لك خلني زرب اسمع شو نسوي بالحين؟ هذا يا اخي نشبلنا ترى ما ادري الحين يبون اوراق من اوراق عند ابراهيم. اسمع بنقول له الاوراق في سيارتك اللي واقفه في البر بس ينيبها وبني بيودينا. لا بيودينا شو قال الحق انا بنشرب من موت ابراهيم يعني قصدك اول ما يوصلنا ترى هو بيلحقنا هذا التحريات. هي اول ما يوصلنا هناك بنشرد على طول يعني نركب مواترنا ونهرب. هي شو رايك؟ والله انا اشوف فكره سيئه ترى. بعدين انا موتري ما سريع، ما نفس موتر ابراهيم. اي موتر ابراهيم اسرع واحد ما يستوي. اسمع 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 انا بسوي حركه الحين، تروح تركب سياره ابراهيم ودق ريس كامل وانا وياك. اوكي موتر ابراهيم مفتوح، قول والله انك قدها. والله قدها. انزل انزل اوكي انا المعيونه، انت وانك روح كذي عاد لا تتكلم. ها ربع عيده خلي ابراهيم ويروح. زين عقب برد له عشان بس ما يزعل. اوه كلبته. روح 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 سوق 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 الموتر، روح الموتر. اسمع روح ريس كامل سبرنت وسوق الموتر يلا. انا بترياك هني. يا عفا على هالخشم حاضرين اشوفهم راكب السيارة. ليتس جو بيسجنون ابراهيم. كمل طير في البر روح. والله ما اقدر منتهي ضحك والله بس والله ثاني مره تخون فيه والله العظيم تعبت. اسمع عن يكون في بحر قدامك. بحر وقف ما صح ساعة
سعود اسمعني سعود سعود اسمعني ها تسمعني الو الو انت كيف ما كنت ميت انا مت ورديت سبحان الله تعرف اني كنت اضحك قسم بالله اني اموت ميت والله انا ضحكت بطني 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 ما اقدر عيسى هلكت ضحك والله هلكت ضحك والله هلكت والله هلكت انت قوم احنا ليش مو بقول كيف اقوم انا ميت ميت كيف اوعيك لازم تجيب لي بنادول بس ما لازم المستشفى ولا لحظة خلني اكتب ايش لك هذا نشيت 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 ما... لا لا ما نشيت هذا بين عندك وبي والله اني بموت قاعد اقول لك بحر 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 رضيت الموت رضيت طحت اوكي الحمد لله نشيت زين شو نسوي ما عندنا موتر دمعت من الضحك موترنا وين تعال تعال شوف الحرق اللي استوى ابراهيم وين ودوك اول مره شوف رمل تحترق والله من قوه الحادث اخي شوف شوف ظهري شوف ظهري شوف صدري شوف كل شيء والله انك لعوزتني لا تميت عند ابراهيم وانسجنت احسن لي والله احسن والله العظيم ابركلنا قوي والله بموت يا شباب خلينا نشوف لنا موتر الحين ماشي احح وين موتر شو نسوي الحين نتشمس على في المنظر ما ادري خلينا برد برد نمشي شوي بعد عشان نسوي شيء والله ما بنوصل وايد بعيده شو نتكلم ابراهيم ما يصير نتصل فيه بلا نقدر بس مكلبك ابراهيم اصلا خلاص ما لنا فايده ما بي لازم يصير طلعه اصلا اسمع اسمع شو رايك نستسلم والله نروح السجن ننسجن كم من دقيقه ونطلع احسن شيء بتصل الشرطه شو اسوي ما في حل ثاني انا عايب ادق لهم لحظه ارسلت لهم رساله قلت لهم تعالوا ساعدونا احنا ضايعين في البر اوكي حلو حلو يا ابي سووا اكسبت للريكوست جايين هنا في الطريق اكتب لي ذا بوليس از كامينج انت قلت لهم ان احنا المطلوبين؟ لا ما قلت مشكلة مرة نغير ملابسنا تخيل يجيني نفس الشخص ابراهيم راكب معاه لا هني بنضحك والله خلاص بنسلم نفسنا مشكلة دم بيقول وين سيارتكم شو تسوون هني؟ بقول الموتر انفجر علينا انفجر ما نعرف شو صار رفع حرارة انا ربيعك ما صدقتك كتب العسكري صدق هو نفسه هو نفسه هو نفسه هو نفسه قلت لك بطب البحر والله هو نفسه أظني يلا يلا خوانا نزلني بس شفت بس نزلني بس أنا لحظة منو هذا منو هذا يا سعود عقم بيضرب 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 عيسى اجر ايه لا لا انت على حياتك وقف والله شوف أنا والله أنا بسلم نفسي خلاص أنا بسلم نفسي والله أني مجروح ليش ياردين كله من سعود كله من هذاك من هذاك أنا ما يخصني أنا ما يخصني هو اللي لعب في مخي وقال لي تعال وما أدري شو إبراهيم إبراهيم تباني أساعدك كم تعطيني زين ليش مفكر عمرك عسكري توي أنا ترى أنا ويا العسكري ترى أنا ويا العسكري أصلا أيوة ويا العسكري أنا ما شردت عن العسكري أنتوا اللي شردتوا الحين خلي بيبطلني وأنا بأدبكم صبروا بس منو قال بيبطلك حبيبي أنت اللي حبيبي فكرة السباق من عندك أصلا أصلا موتر كسر على موتر أنت السبب كيف أنا أول مرة أحس إني بروح سجن فرحان ما أدري ليش بالغلط 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 يا حضرة العسكري مركب مركب الموتر روحي بركب انا ها ها مركب اروحي اعدل لكم الباب صبر صبر بيعدل لك قال والله وين نجلد في المركز انزل اسمع اسمع ابراهيم كله منك ابراهيم انا مالي دخل انت شرقت الموتر شردته احنا ما نتكلم عن الشرده انت موتر كسر على موتر شو نسوي؟ قضيه هروب من رجاله اح ليش؟ هذا هاي الدورية بعد ياي شرد 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 دورية دورية شرد 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 كفو والله هربت منهم والله كفو يا عسكري والله كفو عليك والله شوف فتنا والله بدش عصابتنا اسمع اسمع والله اسمع والله العظيم 700,000 كاش الحين رشوة بعد يلا لا شو رشوة قاعد نسولف يا تصدق على طول لا ليش؟ عشان بتشتري موتر جديد ما نرشيك نحن
ايوه شوف يوم اقول لك يا حضره العسكري ان هذيل اخوانا، لكن انت ما تصدقني. ابراهيم احنا حنا جايين نساعدك. انا اللي جاي نساعدكم مع العسكري، انا احنا جايين نساعدك يا حضره العسكري. بس في واحد يوقف العسكري هذا شكله ضايع يا عسكري. اسمع اسمع اسمع، قبل ما تدخلنا المركز وتاخذ اجراءات اسمع والله، خلينا نتفاهم. خلينا نستهدف والله، استهدف والله، استهدف والله يا اخي. شيطان شيطان ودش بينا بس. احنا شباب طايشين صدق والله. عارف الباركينج ايه ودونا الشبك بعد. لا 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 يلا الكل مجتهد نصيب يا شباب في الباركينج الحين. خلينا نتفاهم يا شرطي. ما اقدر يا حضره العسكري، يا حضره العسكري شيطان ودش بينا. اسمع 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 يا طويل العمر، طويل العمر لا حول ولا قوه الا بالله. سعود ابراهيم هذا ابراهيم السياره خلها موت حين جايين شباب. او ماي جاد، شوف تبيني اجيب لك اكثر يعني شريحه من هذه الناس اللي يستعرضون؟ ترى اعرفهم كلهم زين. انا سويت الحركه عن قصد عسبت بس تمسكونهم، عرفت يعني؟ رحت معاهم خليتهم يطلعون طاقاتهم وبس، وجبت لكم يعني اثنين. فالحين بعد اذا تبين اجيب لك اكثر ما عندي مشكله، في بعد اثنين غيرهم. الحين انا وقت وقع على التعهد انك ما تعيد. تمام زين. وربعي انا ما كنت اسوق، هو اللي هرب. توقع حاضرين. قعد اتحرك لا تسوي شيء، وقف بس. ايوه هذا هو، هذا هو حضره العسكري. عيسى. هذا هو، هذا هو قلت لك عنه. عيسى هلا. حرام عليك، انا ياس اقول انت احسن واحد وخلوني يا حضره. شوف انا شو قلت لك؟ ما قلت لك اني اقدر اجيب لك اكثر من هذول الناس الطايشين؟ هذا وهذا اول واحد منهم، وفي بعد واحد غيره الحين بيك اسمه ابراهيم. تعال تعال يا حضره العسكري. عيسى يروح يلف. بقول لك اكثر عنهم، اعرف اضايحهم كلهم هذيل ترى. اسمك؟ تعال تعال. شوف حتى ما يسمع كلامك. أنا؟ شوف يسحب عليك. نعم سيدي، نعم سيدي. اسمي سعيد. سعيد ليش توقع تعهد يا عسكري؟ هو اللي كان يهرب اصلا. ليش انت بثلاثتكم كانت؟ انا شو قلت لك؟ انا قلت لك وظيفتي اني اجيب لك هذيل الناس. خلاص بس تخلك او هذا كيف يعني؟ بسم الله. ليش انت ليش؟ انا شو سويت؟ انت شو سويت؟ انت اساس البلا. ليس كله منك. انا ما سويت يا شباب. ايش فيك؟ كل واحد قاعد يلوم الثاني يا عسكري. تعيد هذيل الناس مثل ما خبرتك. نعم. انا اجيب لك هذيل الناس بس، هذه وظيفتي. كيف اوقع؟ شو ادق؟ تي عارف البي، عارف البي. اوكي اوكي حاضرين حاضرين. بي وين البي؟ هكو اوكي. يبي ايه؟ اشوف رشاش. هذا ماسك رشاش. ماسك شباب. اي لحظه لحظه لحظه، ليش ماسك رشاش يا عسكري؟ ليش ماسك رشاش؟ ترى احنا قضيه مروريه. ايه ما يستوي. قضيه مروريه هذه. اوه لا لا ما ينفع شي، ما ينفع شي. وزير داخليه. وزير ده والله رحنا فيها. وزير داخليه هاي. وين 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 وين؟ شباب يا عسكري عسكري، خلينا نتكلم مع بعض قبل ما يوصل وزير الداخليه. حقنا. هلا 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 يا ابراهيم. اسم هلا هلا حبيبي. رقم هويتك؟ ما بس اوقع على الدفتر، اوقع على قلبي بعد لو تبغى. تعال ها. تعال 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 تعال. ايه لازم لازم. ها وقعت. وصل وصل وصل. شكله سعود. سعود اسمع اسمع، انا احاول نقلب على والله. شكرا على ابراهيم. شكرا على البلده. شوف شوف اوكي. ايه هذيل يسن. اسمع تعال تعال. ابراهيم 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 تعال 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 ابراهيم. تفضل يا حبيبي. بس بس عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شوفوا شرد الثالث. شرد ها؟ لا ما شرد. تدورهم وين هذيلا؟ اوكي والله ما شرد يا نائب الوزير ولا نائب الوزير. يا شباب هذا سيدي الله. هدي هدي خلاص. اسمح لي بالكلام يا وزير داخلية. تفضل. انا هذا اللي الحين قاعد امشي. شوف طال عمرك، انا شغلتي دائما اشتغل يعني اشتغل مع وزاره الداخليه الشرطه بشكل عام، اجيب الناس هذيل اللي متهورين في حياتهم، يعني اقص عليهم اقول لهم انا ربيعكم وما ادري كيف كذي،
ولما يطلعون طاقاتهم يستعرضون اسوي اي شيء عشان شرطة تينا. واكبر دليل اليوم يبلكم اثنين يعتبروا هذيل من اقوى المفحطين في الامارات. اي 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 كيف تستعمل يعني ما ما الو متنكر. شوف دائما بالسر يعني انا احب اشتغل من غير ما اخبركم يعني ما يصير بعد ابي اجر عرفت ما يصير اخبركم اقول لكم لا انا بجيب لكم. اكبر دليل هذا سلر بيعك يعني بسهوله حتى مسكنا. انا سويت الحركه قصد عشان بس هذول يمسكوا ترى ازعجونه يعني بالليل بعد الساعه 2 بالليل تفحيط ورمضان والناس تشتكي يعني حتى لو انت متابع خط شو اسمه المباشر ما ادري خط الساقن دائما يشتكوا انه في الساعه بعد الساعه 2 بالليل في الحديريات الناس يستعرضون. هذول هم الاثنين ترى ها وهيت عليكم بلاغ ان انتم الثلاثه كنتوا تسابقون على هذا الكلام صحيح؟ ترى قاعد اقول لك هو لا 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 لا, لا انا ما سويت شيء هذا انا طالع من المسجد وش اسمه يسحبون المركز هني طالع من المسجد لابس سلاسل لابس حالتك حاله وين تدخل المسجد تيك هذا بس في السياره بس ايه في السياره شباب شباب اسمعوني اسمعوني دقيقه 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 شيطان وش بينا خلاص خالفتونا والامور طيبه وخلاص عنك السوالف. الشيطان مش موجود في رمضان الشيطان النفس. انا كنت طالع من المسجد صليت صلاه التراويح انت اصلا من يصلي صلاه التراويح الساعه 2 شوف عشان تعرف انه هو شداد سيدي قيام تكذب الحين قيام ليل قيام ليل شداد عشان تعرف انه شداد قيام ليل قيام ليل اي قيام الليل والشمس حرقتنا حراق. شوف شوف يا وزير الداخليه اللي تامر عليه احنا حاضرين بس انت بقلبي يا وزير الداخليه اعطيك قلبي يعني شيء بيضر المواطنين يعني حتى لو انت تبغى تزخم طيحهم في كمين حتى لو يعني هذا الشيء خطر على المواطنين انك تسابق انا تابع لو شيء انت بالغلط دعمت لك واحد صح كلامك والله سامحنا سامحنا حضرت القاضي حاضرين حاضرين شوف طب العمر هذا يستهبل يقول لك قاضي شيء عندك امر وتدلل امر وتدلل شوف شوف والله يا وزير الداخليه يعني قد ما انا يعني صراحه انها انت ما ربيعي خلاص يا وزير الداخليه انا وهذا ناس مساكين هذا اتخذ في الاجراء هو اللي ساق هو فكره السباق هو سبب المشاكل شوف انا اصغر واحد فيهم انا ما عندي ليسن بعد تعترف يعني انك تسوق بدون ليسن يعني. شوف لا اني انا يعني قصير ما اسوق كيف قصير هاي لحظه لحظه حضره المباحث هذا شافنا احنا بدلنا سياراتنا شفتنا صح ما يتكلم مسكين لانه زين تعرف ليش يعني... تعرف ليش بدلنا سياراتنا هذا شو قال تعالوا تعالوا انا عندي اقوى سياره اسمع صوت لواح تبدلوا سياره تعالوا ركبوا عندي صح ولا ليش بخلي سيارتي جديده ليش بخليها اصلا انا شاهد انا شاهد انا الصراحه انا ابو الوزير يعرفه يعني انا انسان طيب كيف ما يعرفك ولا شيء لا تقعد تسوي لنا اخويك لا 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 تعال بنتفاهم وياك تحت نائب الوزير شويه ايه شو ايه سلامات شخصي متروس بالجرائم ايه من لازم الشهر ما اعرفك بالخير بس والله الزنه والله الزنه يا حضره شو اسمه خلاص والله شو كذا يلا يا نشوفكم على خير تعال سعيد نروح يلا يعطيكم العافيه يا شباب لا لا الغالب يلا ما حد اعطاك امر تطلع يا حليلك انت الاسد ما تخافون من مركز انتو ابراهيم ابراهيم سواب ابراهيم نفسك العسكري اللي واقف قدامي احترم نفسك انت في مركز يا عسكري اذا هذا ما محش منكم كيف تتعاملون معاه انتو قاعد يصارخ حتى حاله لا 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 ايوه والله والله زين سويت فيه والله زين سويت فيه كفو والله كفو وده 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 السجن ما نباه حتى هذا مول وده كفو افا افا والله قاعد يعلي صوت اسمع يا حضرت بس يمكن وزير الداخليه لو سمحت ارد بس بنروح لا خلاص وقعنا تعهد ربيعك هو قال لا لا بناخذ ربيعكم بس شوي بحق شو تبغى انت خلينا حق اخويا شوي زين يعني احنا نروح خلاص صح؟ ايه تقدر تروح اي خلاص خلاص احنا خلصنا نطلع موترنا دقيقه خلينا اطلع لهذا لا ما تطلع موتر لا تطلع موتر قطع موتر انت طلبوا لكم اوبر مصادرت سيايرنا ما شاء الله غالي ما عندنا فلوس ما عندنا فلوس ما عندنا فلوس خلني بطلب اوبر شلني مكان يا حضره نائب الوزير اسمع طلبت اوبر لحظه في موتر في موتر تعال تعال وهاي دوريه بناخذ مع بطل موتر اسمع شو رايك ناخذه
قدها ولا ما قدها؟ يلا فوق. لا لا وصل وصل وصل. اسكت اسكت اسكت. اسمع قبل ما يوصل الاوفر بنخليه ريان هني. احنا بنروح نشوف ابراهيم شو اخاف يخبر علينا يا ريان. اوكي. دخلوا ابراهيم ولا مو هو؟ لا لا مو هو. يخون فينا ابراهيم. ترى هذه المصيبه لازم نروح نشوفها. اسمع والله تعرف شو عندي شو افكر؟ نروح نذبحها. فكر في هالشيء؟ والله العظيم بس لازم نروح نشتري اسلحه. اذا خبر علينا بنذبحها. زين اسمع اسمع الحين بينا شو اسمه التاكسي عاد بنروح محل الاسلحه. والله العظيم نشتري اسلحه بشتري بيستول رخيص يمكن ب 100,000 او شيء. وعلى طول ندخل المركز قسم بالله على طول. شوف انا اشوف واحد مكلبش فوق ترى. شوفه. وين؟ شوف الشباك من هنا. زخينه مسوي شيء ياباني. عم ابراهيم؟ اقول لك في الستيشن مبطل قم. قول والله؟ تعال تعال وين وين؟ والله الستيشن قم قم. اي والله مبطل تعال تعال تعال. مقفول. ما التحريات ما, ما في مفتاح ما في مفتاح. والله هلكني ابراهيم. متبعتني يا الخايس على طول قلت هذا هذا أنا... طلعوه طلعوه. هذا الحين والله بندق دق اصبر والله الحين بيستوي الدفان هني اصبر. نسير له؟ لحظة عنده وزير الداخلية بعده. مكلبش بعده مكلبش معناته اموره مو في السيف سايد. يابا وحد ثاني يابا. ترى قالوا بيحققون معاه. وصل وصل اوبر وصل اوبر. هذا اوبر. ايوه. اوبر يا اوبر. زين اسمع اسمع يا اوبر اوبر اوبر, أوبر خليك هني شوي ثواني بنرجع لك بس خليك هني لا تتحرك تمام. تعال 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 والله شوف ابراهيم يركض. تعال تعال اوبر خليك هني بنتبع لك اللي تبي بس خليك نحتاجك دخيلك. تعال تعال هني هني اشوف واحد هني ركض. الاوبر يسمعنا؟ ايه يسمعنا. هذا 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 موجود. شوف شفته شفته شوف الخايس والله انه مبين من وجهه المعفن انه قاعد يفتن علينا. ليش خون فينا ابراهيم؟ وليش بطل الكلبشه عنا؟ اظني اظني يا سيني يقولون شيء. خليني بتجدم بشوف اسمع شو يقول. يانا يانا يانا. هلا ابراهيم. ولا بوصل. هلا حياهم الشباب. هلا والله حياهم الشباب كيف الحال؟ تمام. صوتك مطمني ابراهيم. اتهمنا الرجال. صوتك ما مطمني. لا 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 بس يقولكم ان اتهموني بالغلط. بالغلط. زين تعال يلا بنروح. هذا الاوبر يتريانا. الاوبر يتريانا. يلا الاوبر يتريانا. يلا يلا صديق ودي داخل. وين تبون تروحون؟ ودي داخل ملكيه. ملكيه ودي داخل مدينه. مدينه ملكيه مدينه صديق. ما يتكلم عربي مره طيبه ما يفهم علينا صديق. ابراهيم وات يو توك وات يو توك ماي فريند. هندي هندي كلام هندي. زين ترى بيتي ترى ترى ابراهيم خلها سوالف على يم. قول بصراحه شو فتنت علينا من الاخر؟ شو قلت لهم؟ ايه ما فتنت. لما شو اللي ما فتنت؟ ما فتنت والله. ما تشوفه ما طعي بطلني قال لي شو اسمه انت كذا كذا. قلت له تعال شوي بقردنك. قردنت اعطيته 280,000 بطلني. وزير الداخليه تبغى تقنعني اعطيته فلوس منك؟ اللي انتوا عاد خلاص يعني. لا ابراهيم ما تقعد تكذب والله هذا اول كذبه سمعت سعود. انا شو قلت لك؟ ابراهيم لا وزير الداخليه راتبه 300,000 شو يبى 200,000 تقس علينا انت؟ والله عاد اوكي والله هذا هو اللي صار عاد. ما متفاهم معاك ابراهيم. انا تعرف شو احس ان اذا استوى اي شيء بتبلغهم على طول. يا حضره الشرطي يا اخي شو السالفه؟ شو سوينا؟ منو هذا راعي التاكسي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام بالوزير. مرحبا الورد. مرحبا الورد. اسهلت ونورت ما اعرف شو يقولون. مرمرك بس الغالي لو معنا كاميرا الليسون الملكيه بس طويل العمر. الاوبر اي احنا مالنا خلاص صح حق الاوبر. الاوبر مش احنا مالنا دخل. احنا راكبين. احنا مالنا احنا اوبر طالبين. ها صديقي ما في ليسن؟ عطى دفتر سيارة. يا النائب طال عمرك تو انت قبل شوية طلعت عيوننا. خلاص خلنا نسين نريح. جيب ملكية. لا بس انا لازم هذه اوامر ما من عندي لازم يعني. هذا اوبر يعني ما عنده شيء. ما عنده شيء. ها رجع لازم. يلا سلام. اي هو كلام وقف يمين ما في كلام روح. هذا على التاكسي شكله بيستوي ربيعنا. اجرامي شكله بيستوي من العصابه. اسمع ودي
ودي داخل ملكية. إيه سحبنا على إبراهيم والله، بس إبراهيم مورة طيبة يا أخي، عنده وزير الداخلية. إبراهيم هو عنده ترتيب يا وزير الداخلية خلاص. والله ركب الدورية، أسمع صوت اللواح جاي. والله؟ والله. أسمع صوت الدورية ورانا. إيه إيه هو إبراهيم ورا. بس شكله يا أخي هذا راح تكسي سوالنا مصيبة. محمد شو سوي هذا نمونة أنت؟ ميت. هو كلام موقف يمين. أنت الحين جيب أنا مشكلة. مشكلة والله مشكلة يا نفر. توي سوي ستوب في مشكلة الحين يجي زيادة مشكلة. وقف منه. أنا قبل شوية يطلع من سجن، أنت الحين سوي مشكلة مرة ثانية. والله أكبر. بس وقف منه خلاص يعطي فلوس. وقف منه، روح يمين داخل باركن، روح يمين. لا حول والله غبي هذا. يمين. بس وقف. وقف منه يا أبي، وقف خلاص. وقف يا محمد. وقف على جنب يا محمد. وقف، تفهم معي يا سيدي ياسين الموفى. والله انه مطعي وقف والله. حضرة العسكري حاولنا كوبرا وزير الداخل. هيا سعود شو تسوي؟ انزل قبل شوي انت يهرب. خبر انا ما ليش النمرات هذا الشيء جاك بس ولا كلمة عن السكرة. ابراهيم وانت من وعشان تكلمت كذي يا اخي، احترم الرجال. تعال الغالية تعال. انا بس لا زبي لا 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 اسف. اوكي لا 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 اسف انا اسف. ابراهيم داوم يوم في الشرطة. باي روح والله باي روح شو هالهندي الفاصل. والله ما حشمت طويل العمر. افا افا والله كبو الهندي هذا، نعطيه مليون الصراحة. خلصنا من الموضوع هذا. تعالوا يا شباب سباري. تعالوا بقول لكم شيء. تعالوا هني لحظة. يلا يا شباب يبالنا نشتري بيت وكلنا نعق عليه فلوس. والله نشتري شقة بس عشان بس نخزن أغراضنا إذا بنجيب أشياء. أنا ما عندي غير 500. هارشيت نايب الوزير 280 يا ريال عشان بطلني. أنا بعد عندي 700,000. أنا عندي مليون. مليون وأربعين. قال لي أحد يقول لك شيء؟ كلمني على طول. حلو. أنا عندي مليون وأربعين ألف. خلنا نأخذ شقة يلا. زين سمعوا والله صدق نشتري شقة بس مو بالحين باكر نشتري شقة. وبس يكون مكان هني حلو وبعطيكم المفاتيح الشقة ترى يستوي. تمام يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. شيء محيرني، واحد منهم قاعد يلعب علينا. هذول الثلاثة من أصدقائي بس في الرول بلاي أحس إن في شيء قاعد يصير من وراء ظهري. إبراهيم اللي هو هذا الأسمر راح عند وزير وكيل النيابة ما أدري شو وما صارت أشياء ما أعرف، يعني شل المركز لحاله وكلبشة ودفع له فلوس وقلت دفعت له 200,000 مستحيل يقبل ب 200,000، فهذا أعتقد إنها كذبة. وسعيد نفس الحالة، سعيد مرة يقول أنا معاك مرة يمدح إبراهيم، مرة يقول أنا معاك مرة يمدح إبراهيم. فالحين واحد منهم مخبر، فاكتبوا لي بالكومنتات شو اللي قاعد يصير، انت شو تتوقعون قاعد يصير. فاتمنى اشوف دعم كذلك على هذه السلسله، اذا شفت دعم جدا حلو راح استمر فيها باذن الله تعالى. اما الحين كان معكم اخوكم عيسى 400 وشكرا على المشاهده. سلام.